دايما ببدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب أشهر كتكوت متابعين قناة المشوار مع رحمة، جولة جديدة بمناسبة دخول رمضان. لازم نيجي عند الحاجة علي ملك الفخار، الحاجة علي في السيدة زينب بالظبط، شارع بورسعيد سد البراني من جوه المسجد أمام تكية الرحمن. أمام تكية الرحمن، تمام. مسجد السيدة زينب أهو في الظهر، هو هنا أهو موجود، أشهر واحد بتاع فخارة على ما أعتقد مفيش إلا هو الحاج علي، لأن هو المصنع بتاعه، هو المصنع وهو اللي بيبيع. أرقام التليفونات أهي لو حد حابب إن هو يتواصل. عنده شحن وعنده عندك توصيل يا حاج علي؟ عنده توصيل كمان لخارج مصر. ربنا يوسع عليك يا حاج علي، الأسعار ثابتة زي ما إحنا، ربنا يبارك لك. الناس عماله تزيد واحنا ثابته لحد امتى؟ ان شاء الله لحد شهر رمضان. لحد شهر رمضان، تمام. كل سنه وانت طيب، الله يخليك. عايزين نشوف الشغل عند حضرتك. شايفه كده برده ال 3 ب 10. ال 3 ب 10 بتاع الزبادي ده صح؟ ال 3 ب 10، تمام. الكبير بتاعه برده زي ما انت شايفه كده، والكبير برده سواء ده او ده، تمام. ده او ده ال 3 ب 10. الواحدة بتتباع بخمسة جنيه يا جماعة، هو عنده التلاتة بعشرة. خش شوف الفيديوهات السابقة عندي هتلاقوا السعر زي ما هو. عندك الكبير ده برضه التالت، المقاس التالت ده برضه تلاتة بعشرة. يعني مقاس واحد ومقاس اتنين ومقاس تلاتة، هو ده ما شاء الله غويط، يعني ده ياخد كيك. مش ده اللي هو ده؟ أيوة، عشان إيه الناس تبقى فاهمة. ده وده. ده قصير وده غويط. أه تمام. ده 3 ب 10، ده او ده، تمام. تلات مقاسات. تلات مقاسات. عندك اما عندك ده بقى الكبير ده الزبون النهارده بيقولوا ب 5 جنيه هو الكسبان، اقل من ثمنه النهارده الجديد. تمام. الواحد ب 5 جنيه. زي ما انت شايفه كده؟ الحجم ما شاء الله مختلف، تمام. لا وال الماتيريال بتاعته. الماتيريال بتاعه كويس. تمام. كويس جدا، تمام. الواحد ب 5، تمام. وعندك ده برضه ب 5. في ناس بتاخد ده تحطه في وسط الماتيريال ثاني خالص. هو ده فرن بس يا حاج علي. فرن بس، تمام. فرن بس. فرن بس، تمام. ماشي. 5 جنيه برضه. ب 5 جنيه الواحد، يبقى الصف ده هنا كده ب 5 جنيه. ده اغلى من كده بكتير، ب 15 جنيه. الواحد ب 15؟ ده بتوع الاونلاين بقى. تمام. وده بكام الواحد ب 10 جنيه من الكبير الاكبر، المقاس الاكبر يا جماعه. عنده تشكيله برضه هنا. الطواجن بنبيعه زي السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، 25 بس. ب 25 على مدار 3 سنين يا جماعة، سعره ثابت على مدار 3 سنين. وده؟ 15 جنيه. ب 15 جنيه. المقاس الأصغر شوية. والمقاس الأصغر؟ لا ده أصغر، غويط ب 15. ده غويط ب 15، تمام. كبير أوي ده بقى؟ ب 25 بس. وده ب 25. كل ده غاويط يا جماعة. وده ب 35. كل ده فرن بس يا حاج علي؟ كل ده فرن بس؟ تمام. المبخرة ب 20 جنيه. تمام. عندك الكبيرة أوي دي ب 25 جنيه. الكبيرة الأكبر منها دي ب 25. بتتباع ب 60 جنيه برضه. أنت الله يبارك لك يا حاج علي والله. الناس هتخش على الفيديوهات السابقة هيلاقوا الأسعار زي ما هي. الله يبارك لك. يعني ممكن تتعمل كده وممكن تتعمل كده شكلين. عنده تشكيلة كبيرة ما شاء الله. وهنا شاي سكرية ولبانة وبراد، ده جديد ده ما كانش موجود. بتاع عرايس ب 100 جنيه. ب 100 جنيه كله، تمام. ده على النار. ده على النار مباشر يا جماعة. وده برضه البراد بالسكرية بتاعته باللبانة بأربع فناجيل. بأربع فناجيل. ده بكام يا حاج علي؟ ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه على النار مباشر. ب 100 جنيه برضه. وبرضه في منه الشكل ده ب 100 جنيه. في منه السبرتاية والكنكة والفنجانين. دي حاجات الجديدة دي، الترند دي. بكام دي؟ دي شغالة. بتشتغل ازاي بقى؟ السبرتو تحط العويل جوه السبرتو تولعي، تحط الكنكة كده. تمام. دي حاجات جديدة دي. السنة دي عاملة كام دي؟ برضه ب 100 جنيه. يبقى في الشكل ده وفي الشكل ده وفي الشكل بتاع القهوة ده، يعني قهوة وشاي موجود. وعندك الجرة الكبيرة بتشيل 5 كيلو اللي هي دي؟ دي الجرة الكبيرة، دي عاملة كام؟ دي عاملة 300. دي عاملة 150. 300، تمام. والمقفولة عاملة 150.
اللي هي اللي فوق دي قدره لحمه، قدره بتاع الشبراك. دي بتاعت الرز ال دي عامله كام؟ دي عامله 150. في 150 والتقليد دي جميله كل حاجه. يعني هو كمان بيقول لكم ان ده التقليد مش الاصلي. تمام. التقليد بتاع عامل كام؟ 70 جنيه. هيقول لكم في دي وفي دي. هو متواجد وما شاء الله. مش هيضحك عليك يقول لك خدي دي بسعر دي، لا بيقول لك في الاصلي وفي التقليد. عندك الالات دي وعندك الالات دي. 50 جنيه و60 جنيه. 50 و60 دي على النار مباشر يا جماعه. تمام. دي اقوى. دي ايه؟ دي اقوى. اقوى. تمام. ربنا يبارك لك يا حاج علي. بتاع الحاج حماده صابر. وطقم الحلل 150 جنيه. الطقم الثلاثه مع بعض 150 جنيه. تمام. في منه اللون ده وفي منه اللون ده. في الاسم الاصلي منه ورا برضو اللي هو الاخضر وال اللبني. عامل كام؟ 350 بس. 350. تمام. عندك الطقم البورسلين ده. ده البورسلين. تمام. عامل كام البورسلين ده؟ ما كانش عندك انت البورسلين ده برضو قبل كده. عارفه انا البضاعه بتاعتك. هم كام صمت كده جايبينهم يعني احنا ايه؟ ربنا يوسع عليك يا حاج علي. عامل كام البورسلين؟ 300 بس. الاثنين ب 300. تمام. الاثنين ب 300. كل سنه وانت طيب يا حاج علي. دي القله؟ لا مش القله. امال دي ايه؟ بتاعت التركة. بتحط الميه وتملي كده وتشربي. الميه بتاعت جماعه الاتراك. دي عامله كام؟ دي جديده برضه. عاملة كام؟ عاملة 70. ما شاء الله. بتحط في اوضه النوم. الجديد دايما عندك يا حاج علي. بتحط في اوضه النوم، بتحط على تسريحه، على اي حاجه كده. دي المودرن بتاع القله. المودرن بتاع جميله جدا. ربنا. الابريق برضه تركي. الابريق ده عامل كام؟ عامل 120. الابريق عامل 120. احنا قلنا دي عامله كام معلش؟ 70. تمام. وفي عندك اللي هي القله التركي دي برضه جميله قوي. الشبراك. بما اننا بقى داخلين يا جماعه على رمضان بقى والعزومات بقى بس احنا عاملينها صغيره شويه عشان خاطر عشان تقضي العدد. لا يعني غاليه، فاحنا حاجه كيلو يقضي، كيلو الا ربع يقضي، نص يقضي. ما بقاش في عزومات زي الاول. كل سنه وانت طيب. ان شاء الله يا ستي. ان شاء الله الخير فيه وفي امتي ليوم الدين. الازازه دي، الازازه بتاعت الميه، وانا بناخدها معايا في العربيه، بتدخلها معايا. دي ما تتكسرش يا حاج علي؟ ما تتكسرش؟ هتشرب ميه هتتبسط منها يعني. وتسقع ميه برضو وكله زي القله. تمام. دي بتستخدمها للزيت. دي جديده دي برضو. السنه اللي فاتت. دي عامله كام دي؟ 120. تمام. احنا قلنا والبراد ده 120. والبراد ده برضه ب 120. طيب والطواجن دي، دي بايركس؟ بايركس. دي جديده دي برضه. بورسولين. عامله كام البورسولين؟ دي عامله 140. البورسولين ده مستورد عامل 140. ده على النار مباشر ولا فرن بس؟ مباشر. فرن ومايكروويف؟ كل حاجه بقى. فرن ومايكروويف وعلى النار مباشر. يعني تستخدميه زي ما انت عايزه. عايزه في منه المربع بتاعه برضه. ده منه المدور وفي منه المربع. برضه نفس الكلام. لا ده بيتباع بره ب 250 جنيه. بره ب 250. هنا بكام؟ ب 180. ب 180. الحاج علي بيتحدى الغلاء. تمام. والقله الصغننه دي؟ 30. القله الصغننه دي ب 30. طب وده اسمه طاجين صح؟ طاجين مغربي. انا عرفته انا. ب 120. السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها. ب 120 سعر ثابت زي ما هو. بقاله كام سنه زي ما انت شايفه. تمام يا حاج. بقول اللي مش مصدق يقارن بالاسعار. ما انا بقول اللي مش مصدق هيخش الفيديوهات الموجوده قبل كده هيلاقي الاسعار زي ما هي. زي ما هي. الطواجن الكبيره احنا ما قلناهاش يا حاج علي. بالرسومات الحلوه الجديده دي. بتاع انا بقى. ده بتاع عليه البراند بتاعه. بتاع الحاج علي. فور اند ام. ايه اند ام. ايه اند ام. تمام. ده عامل كام الطاجن الكبير ده؟ انا عامل 75 السنه. عامل 75. تمام. احنا كده قلنا كل حاجه هنا؟ كل حاجه هنا. طب واللي هو اللي عامل يعني ايه الفرق ما بين المدهون شويه ده وما بين المط ده؟ احنا قلنا ايه؟ عايز اعرف ايه الفرق ما بين المط وما بين المدهون جوه ده؟ فرق بين ده مسامته مقفوله. مسامته مقفوله. تمام. بس صحي برضه. صحي. بس المسامه مقفوله، اما الفايده في ده اللي هو المط ده. بعد ما بتخلصي اكل وبتركني الطاجن وتكوني غسلاه تلاقي فيه خضار طلع. طحالب. يا لهوي بيعفن؟ مش يا لهوي،
يعني ده صحي ان هو يعفن؟ لا هو طلع الطحالب بتاعته 40. لما بيطلع الطحالب دي نسبة. ليه بقى؟ انا اول مره اعرف المعلومه دي عن الفخار. انا مش مدركه قوي في موضوع الفخار. ايوه ما يعني عفن في الفخار. مش عفن. الطحالب دي ايه؟ طحالب صحيه؟ بكتيريا. بكتيريا نافعه؟ في بكتيريا ضاره وفي بكتيريا نافعه. ايوه ده اللي انا اعرفه. حلو الكلام. تمام. منك بنستفيد برضه. انت ملك الفخار. انت لما تشيل الطاجن كلتي وغسلتيه تمام ولقيتيه فيه خضار تمام. طب ايه السر في الخضار ده طلع ازاي؟ جه ليه؟ الطاجن لما بتاكل الاكل بتلاقيه حلو مختلف عن الصواني والبورسلين والجرانيت واختلاف. صح. لو انت عامله ايه هي الاكله ومحيقاها على طاجن وصينيه برضو الميه بتبقى في الازازه حاجه وبتبقى في القله حاجه تانية. كلام جميل. تمام كده انت قربت المسافه. تمام. الطاجن بياخد الميه الضاره من قلب الاكل وهو بيمتصها وبعد كده عمليه ترجيع تاني. اللي هو بيرد بقى اللي هي بيرد اللي خده. تمام. لما تعملي اكله تاني تمام تمام اعاده تدوير. يعني انا كده فهمت نوعا ما. تمام. بيدور البكتيريا والطحالب في قلب الطاجن. يعني هو بيمتص اللي هو الحاجات الوحشه اللي في الاكل وبعد ما وبعد كده بيطلعها تاني. ده اللي هو ما فيهوش مسامه. تمام. عشان كده الاطراف والهنود والجزائريين بياكلوا في الطاجن كده وعارفينه. تمام. طبعا انت مدرك عني انت صاحب الشغلانه وصاحب الفخار. ايوه انا بقول لك انا عشان كده بقول يا لهوي مش قصدي يعني. انا بقول لك لسبب تاني ان وعشان الناس برضو تعرف اكيد في ناس اول مره بالنسبه لهم المعلومه دي. محدش اشتكى مني ولا اي حاجه. ربنا يبارك لك يا حاج علي. سمعتك سابقك والله والله يا رب. وبشوف بعناية كمان مش مجرد كلام قسما بالله. بما اننا بقى داخلين على رمضان دمست الفول عامله 130 جنيه. 130 جنيه دي على النار يا حاج علي؟ على النار مباشر. على النار مباشر. الصغيره عامله 130. طيب والكبيره؟ الكبيره عامله 150 جنيه. والكبيره عامله 150 جنيه. الشامبو جاي ان شاء الله. انا كل مره باخد منك معلومه. يعني المره اللي فاتت خدت منك معلومه فلتره الميه. المره دي خدت معلومه البكتيريا. هي. منك نستفيد. هقول لك برضه على اللي فاتني. انت لما بتلاقي قله بيضه بتلاقي فيها خضار كتير. هل انت بتعرفي من الخضار ده ولا بتشربي؟ لا بشرب. بس ليه بقى؟ عشان هو بيشيل الطحالب من قلب الميه. تمام. عشان كده الميه بتتفرط. بتشرب الميه ليها طعم وليها لذيه. تمام. بتستفادي بيها بتبقى ميه كلويه برضو الاكل هيبقى كلوي بتنزل المعده يتهدم بسرعه. تمام منك نستفيد يا حاج علي. عمليه هضم في الاكل بالنسبه للفخار هو بياخد الضار وبيديكي حاجه صفرا وبعدين انت ما بتاكليش الاكل وبيزيد منك او بتشيل الطاجن وبتشيليه بيبقى صحي بيرجع صحي تاني. تمام منك بقى ما مش عاوزه كده ماشي بتعمل ايه بتاخد حاجه بتلمع. انا على ما اعتقد ان ناس كتير مش هتبقى عارفه المعلومه اللي حضرتك قلتها زي كده. ايوه ما انا بقول لك عشان انت ايوه طبعا شغلك ادرى بيه. شغلك ادرى بيه عمليه الضمير الاول وكل واحد معاه حاجته يهتم بيها. صح صح. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك. هو مهتم بيها. معاك حاجه سنه بتحبها اهتم بيها وجودها. صح. ربنا يبارك لك يا حاج علي. وبرده ميزه ان انت ثابت الاسعار زي ما هي دي برده في حد ذاتها ربنا. انا اعرف ان الناس بتحتكر دلوقتي البضاعه ان هم بيشيلوها زايده فوق ما تتخيل. ايوه عارفه بيشيلوا البضاعه. حرام عليك انت عندك حاجات في المخازن. ربنا موجود. وربنا ما قالش ان في احتكار. صح. صح ربنا هيحاسبه. صح. لو بسعر النهارده واشتراها بسعر النهارده مفيش مشكله. لكن يبقى شايلها بسعر قديم ويجي يبيعها بالسعر بتاع النهارده ده ربنا هيحاسبه طبعا. مثلا تينه او الشكاره الجديد يقول لك انا لو بعتها مثلا كان بيبيع مثلا ب 500 جنيه لو بعتها ب 700 جنيه اقصى. طب ما هي عندك وانت جايبها ما انت جايبها بسعر القديم. صح صح. تخسر ايه يقول لك اصل واحد جايبها ب 800 جنيه. كل واحد حسب ضميره بقى. ربنا يرحمنا. كل واحد على حاجاته. صح. ومعلش عذرا على الصوت يا جماعه الدوشه. احنا زي ما انتم عارفين على الشارع الرئيسي. كل سنه وانتم طيبين. السيده زينب اهي بتحضر لرمضان بامر الله. ليكوا برده جوله بالتفصيل في روحانيات رمضان بامر الله. كل سنه وانت طيب. ان شاء الله يا حاج علي. ربنا يبارك لك. انت كده قلت لنا الاسعار هنا كلها. كل سنه وانت طيب. ارقام التليفونات سبتها لكم لو حد حابب ان هو يتواصل معاك. حاج علي مواعيدك ايه عشان ما الناس ما تجيش على الفاضي؟ من الساعه 9 لحد الساعه 7. من الساعه 9 بعد يومين كمان ان شاء الله 24 ساعه. 24 ساعه. ربنا لحد 3 رمضان ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم.
لو لسه مكمله معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش في اللايك والشير الاشتراك عشان يصلكم مني كل جديد بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.